شنو خدمات المستشفى؟ لازم بنات لما تدخلون المستشفى سووا فحص شامل، يفحصون كثافة العظام، يفحصونك من إلى حتى أظافرك، يحللونها يفحصونها، يسوولك تحليل الكل شيء، سبسي، غدة، كثافة العظام، مؤشرات السرطان بالكبد، بالقولون، بالبنكرياس، كل شيء كل شيء كل شيء بنات فوق ما تتخيلون والله. يمكن 200 أو 180 دينار كل الأشعة والتحاليل والفحص، تدخلين من الصبح لين الساعة 5 العصر يخلصونك. طبعا يحطولك بوفيه، يحطولك ريوق حق اللي فيه، هذا أحلى ميزة. ثاني ميزة المكتب العربي، عندهم المكتب العربي، المكتب العربي هذا ينسق لك كل شيء، يحجز لك متى تجين تايلاند، يطرشوا لك سيارة تستقبلك من المطار إلى المستشفى أو إلى الفندق اللي أنت تبي تروحي له، مواعيدك وجلساتك يأخذونك من الفندق أو في فندق بالمستشفى، إذا في فندق برا يأخذونك من الفندق إلى المستشفى ومن المستشفى إلى الفندق، هذه مجانية حق كل مريض يتعالج فيه. وش تاني؟ التوصيل عندهم، عندهم خدمة المترجمين متوفرة 24 ساعة معاك، اللي بيجون عناية مركزة عندهم مشاكل في الأعصاب أو شلل، خدمتهم أعطيهم 100% مو 1000%. اللي عندها هشاشة عظام، اللي عندها مقعدين، عندهم مشاكل في الأعصاب، عندهم رجفة، يجون هني في مستشفى وش تاني. أيضا عندكم دكتور بترا للعمود الفقري للدسك أو هشاشة العظام أو العمود الفقري أو عرج النساء أو اللي عندهم آلام في الظهر، اللي عندهم مشاكل في الركب، خشونة، اللي أمها كبيرة في العمر فيها سكر وعندها ركبها تعبانة، عند دكتور حسن. مو معناته أن باقي الدكاترة مو زينين، بس هذول اللي أنا جربتهم حسن، هذول اللي أنا جربتهم، أنا أمي خالي شطار شطار حيل في ركب، سواء علاج الركب وآلامها سواء فلات فوت، دكتور حسن سواء تبديل ركبة هم عند دكتور حسن. العلاج التأهيلي حق اللي ناس مبدلة عظم، اللي عندها مشاكل في الدسك، قاعدين يسوون جلسات ليزر، اللي عندهم إعاقة أو اللي مقعدين مسوين حوادث الله لا يقوله، ويبون يستعيدون حركة الأعصاب والحركة، يحفزون الأعصاب ويتحركون، عندهم العلاج التأهيلي 1000% هني في المستشفى. شنو بعد؟ عندكم واجد عيادات، عيادة تجميل، عيادة سكر، عيادة نساء، عيادة أسنان. أنا سويت الأسنان، تذكرون لما سويت عمليتي هني قبل سنتين، كان تعرفون المصايب لما تجوا يا بعض، هي كذي يعني، أنا جايبة جدتي تتعالج وأنا اللي تعبت، وكنت أخذ مسكنات أصبر نفسي علشان كنت لاهية ويا جدتي، بس وصلت مرحلة ما أتحمل. آخر شيء الألم طلع سببه غيره، أنا من كثر الألم كل ما يقولون شيء يقولون أوكي أوكي أوكي، تعرفون لي خلاص اللي من كثر الألم ما قاعدة أستوعب الكلام اللي ينقال قدامي. ليه سويت عملية الأسنان؟ بنات حل شطر يعني بشكل يخرع، ودقيقين دقيقين دقيقين، يعني ما يسوون شيء إلا يعرفون شنو سببه. يعني عندك ألم يدورون الألم شنو سببه، عندك ألم في رجلك يدورون السبب اللي صار فيه ألم برجلك، مو يعطونك دواء وخلاص. فحير شطار، فاللي عندها ناس تعاني من دسك أو آلام تجي مستشفى وش تاني في العظام تايلاند، بحط لكم الأرقام والمكتب العربي شلون تتواصلون ويحجزوا لكم وكل شيء. سلامتكم وتعيشون. ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ